من شويه كابتن بدر رجب من الامارات. كابتن بدر برحب بحضرتك. كابتن شادي ازيك يا حبيبي؟ عامل ايه؟ كل سنه وانت طيب. انت طيب يا كابتن بدر. ازيك يا عمور؟ عامل ايه يا حبيبي؟ عامل ايه يا كابتن؟ وحشني والله. الحمد لله على سلامتك وبيتك وبيتك النادي الاهلي. الله يسلمك يا كابتن. الحمد لله على السلامه يا حبيبي. ان شاء الله تبقى اضافه للنادي الاهلي يا عمرو. ان شاء الله يا كابتن. كابتن بدر حضرتك في نجوم كتير كل ما استضيفهم يقولوا كابتن بدر رجب صاحب بصمه علينا، صاحب الفضل، وبيتكلموا عنك بشكل كويس جدا. استقبلت انضمام نجمنا عمرو بركات الوفد الجديد للنادي الاهلي ازاي؟ والله يا كابتن شادي دول ولادي، انت عارف من ايام ما كانوا مدرسه الكوره. عمرو هو عنده 9 سنين كان موجود في النادي الاهلي، وعمرو من اللاعبين المميزين جدا 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 من ايام ما كان معانا بيلعب دورات الصيد والقاهره وسبورتنج، وولد مبشر من صغره يعني. لكن حصلت بعض العواقب كده، وبعد انا ما جيت الامارات هنا مشي عمرو. كانت مفاجاه بالنسبه لي جدا، وكنت من اكثر اللعيبه اللي كنت حزين عليها انه مشي من النادي الاهلي، هو وزمايله طبعا ومؤمن والناس اللي رجعت دي، كنت زعلان عليهم جدا. لكن عمرو ده ان شاء الله يبقى اضافه كبيره جدا للنادي الاهلي، لان عمرو من اللعيبه المتزنين جدا سلوكيا، وعنده مستوى راقي جدا من الناحيه المهاريه والفنيه من صغره مش من دلوقتي، لان عمرو لعيب اشول وعنده تحكم في الكره غير عادي، ورجليه مظبوطه جدا جدا جدا، وهو احد الموهوبين القلائل في مصر الموجودين دلوقتي. وده من ضمن اللعيبه يا كابتن شادي اللي قلت لك لما كنت معاك في البرنامج قبل كده، ان احنا لعيبتنا هتحترف بره، وكان من ضمنهم عمرو بركات لو انت فاكر، برضه من اللعيبه المميزه ان شاء الله اللي هيبقى برضه اضافه للنادي الاهلي، وبتمنى ان هو يكمل شغله في النادي الاهلي، لان عمرو برضه من اللعيبه اللي السائل الاوروبي، فممكن يبقى سهل جدا ينتقل لاوروبا ويبقى اضافه جديده للنادي الاهلي واضافه جديده لمنتخب مصر ان شاء الله. كابتن بدر من شويه كنا بنعرض، جبنا له فيديو نادر شويه ليه وهو كان عنده 8 سنين او 10 سنين وجاب هدف. انا هخليه احكي لك، هخليه احكي لك بقى. كانت مباراه الاسماعيلي، كابتن بدر قال لك ايه من على الخط بره؟ هو كابتن بدر كان واقف على خط ماتش الاسماعيلي، كنا خاسرين 1-0 وفاول في اخر الماتش خالص. هو بيقول لي خد نفس، انا قبل ما اخش على الفاول فهو قال لي خد نفس وركز. وسبحان الله انا خدت نفس وهديت ودخلت على الفاول وجبتها جون التعادل. كابتن بدر قال لك ايه من على الخط؟ لا انا ما حسيتش بقى، كان كله فوقيه بعد الجون. انت لا قلت من شويه كده، قلت ده كانت تشميسه بقى. كنا بنلعب سموحه في اسكندريه، وبعد كده انا شمست، وبعد ما شمست انا سامعه بقى من ورا بيقول لي يا سيدي. انا عارف يا كابتن بدر حضرتك من الناس اللي دمها خفيف كمان، وبتعمل حاله مع لعيبتك غير طبيعيه. دول يا كابتن شادي من الاولاد اللي هم كان الذكوره مدرسه الكوره، وعمرو كان مواليد 91 هو وايمن اشرف وبعض اللعيبه اللي كانت موجوده، كانوا لعيبه جدا مميزين جدا جدا جدا. يعني انا بقول ان عمرو ان شاء الله في النادي الاهلي هيبقى في مستوى ثاني خالص خالص خالص، عن مكان في المقصه ومكان في دجله ومسافر بره. وان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله تشوفوا عمرو في اوروبا ان شاء الله. ان شاء الله. كابتن بدر رجب من الامارات، كابتن بشكر حضرتك شكرا يا كابتن جزيلا. كابتن بدر الشخصيات المحترمه طلعت نجوم كتير. عمرو كنا بنتكلم على والدك.